السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي جبناكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. خوتي اللي خصاتوا أي سيارة اكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. خوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، ماروتي ويسو لاني 2011 طاقة بنزين محرك 0.47 شوفو ماشية 175 في كارت كريدت صافية. خوتي السيارة عطاولو 55 مليون موجودة في مستغانين. قرار بطاقة تقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. دوستر 2012 طاقة بنزين محرك أبوا 605 شوفو ماشية 110,000 كارت كريدت صافية صبيغة دوب زيرو. خوتي السيارة عطاولو 260 مليون موجودة في قلمة. قرار بطاقة تقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. بارتنر 2016 الطاقة مازوت المحرك أمبواسي 90 شوفو ماشية 215 في كارت كريدت صافية. خوتي السيارة عطاولو 230 مليون موجودة في البليدة. قرار بطاقة تقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. سانديرو ستامبوي لاني 2017 الطاقة مازوت المحرك 1.5 90 شوفو ماشية 86 في كارت كريدت صافية. سعر مولاها راه يقول 239 مليون بريفيكس. خوتي السيارة موجودة في تيزي وزو. قرار بطاقة تقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. سانديرو 2016 الطاقة مازوت المحرك 1.95 شوفو ماشية 92 ألف كارت كريدت صافية. خوتي السيارة عطاولو 210 مليون موجودة في الجزائر. قرار بطاقة تقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. شفرولي سباركلاني دوميتريز الطاقة بنزين محرك 1.068 شوفو ماشية 240 ألف كارت كريدت صافية
السعر مولاها راه يقول 110 مليون. خاوتي السيارة موجودة في تيفازا، قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاها.